احنا ما تعبناش، احنا تعبنا من الحياة. لا والله في كل مكان مفيش امان، مفيش امان خالص. والله تعبت الكل، بس ليش اللي بيصير؟ واحنا برضه بنسال ايش اللي بيصير؟ ولو وقتيش؟ لو وقتيش؟ 10 شهور مش مكفيات؟ سنه مش مكفيات؟ 200,000 جريح وشهيد وقتيل مش مكفيين؟ البنيه التحتيه لقطاع غزه كلها هي تراحت، لا مدارس، لا مستشفيات، ولا اعلام، ولا اي حاجه ضل لنا. ما ضل لناش حاجه، يعني حتى لو بدهم يعملوا هدنه بدهم يوقفوا، وبقول لنا ليش؟ مش هنعيش حياه طبيعيه. دور ملناش، دور ملناش، مدارس ملناش، مستشفيات مع الناس، بنوك شيخ كل اسمع، جميع متطلبات الحياه في قطاع غزه كلها انعدمت كلها من الاخر. رايحين على الزوايده، رايحين على الزوايده من بعد ما طلبوا منا اليهود نخلي. خلينا كثير، احنا سكر رفح، طلبوا منا اليهود نخلي، فقلنا يمكن كلام فاضي، بس تاكدنا على النت من طالبين منا ونزلوا خريطه، البرج كلها طلعت، الانصراف طلعت، بس ايش بدنا نساوي؟ يعني لو ضلينا هنا والله لو ما طلعنا من الدار كان متنا، كان ما متناش، انه راح نكد بصير، بس ايش بدنا نساوي؟ احنا زهقنا نزوح، 10 شهور تعبنا، تعبنا معاناه، تعبنا نزوح غسيل نار، رحنا يكون بالعون بس، الله يخرجها علينا.